السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سوف ننجز تمرين شامل في دالة اللوغاريتم النبيري. إذا التمرين لدينا دالة مجزأة، وكذلك لدينا في الشق الثاني متتالية مرتبطة بدالة. إذا التمرين هو تمرين رائع، أنصحكم بإنجازه قبل مشاهدة الحل. إذا نبدأ بأول سؤال، أدرس اتصال f في الصفر. إذا في الاتصال خصني نحسب النهاية على اليمين والنهاية على اليسار ونقارنهم مع f ديال صفر. النهاية على اليمين وعلى اليسار في الصفر. إذا نبدأ بالنهاية ديال f في صفر بلس، يعني x أكبر من الصفر، يعني غنستعملو هذا الجزء هذا، التعبير هذا ديال الدالة. إذا تساوي ليميت ديال x واحد ناقص الألان ديال x زيرو بلس. التعويض المباشر في الإكس غادي يعطيني صفر، واحد ناقص الألان ديال صفر بلس هي موال لانفيني، مع الناقص هي بلس لانفيني. إذا يجينا صفر في واحد زائد لا نهاية، وهذا شكل غير محدد، صفر لانفيني شكل غير محدد. إذا نسطر الكتابة وندير النشر. إذا x في واحد هي x ناقص x في ln ديال x في زيرو بلس. إذا x ln x هذه نهاية مرجعية تؤول إلى الصفر عندما تؤول x إلى الصفر، وبطبيعة الحال x تؤول إلى الصفر. إذا يجينا الصفر ناقص الصفر هو صفر. الآن غادي نحسبو الليميت ديال f لx في زيرو موان، يعني النهاية على اليسار، x صغر من الصفر. إذا هو الليميت ديال x زائد الألان ديال واحد ناقص x في صفر موان. التعويض المباشر، صفر زائد الألان ديال واحد ناقص صفر، أي صفر ناقص أو زائد صفر هي صفر، الألان ديال واحد راه هي صفر. إذا دابا غنحسبو f ديال صفر. هنا عندنا x أكبر قطعا من الصفر، إذا ميمكنش نحسب f ديال صفر في هذا التعبير هذا. إذا عندنا x أصغر أو تساوي صفر، إذا غنحسبو f ديال صفر في هذا الجزء هذا. إذا هو صفر زائد الألان ديال واحد ناقص صفر. إذا صفر زائد الألان ديال واحد هي صفر. إذا لقينا بأن الليميت ديال f لي x في زيرو بلس كيساوي الليميت ديال f لي x في زيرو موان كيساوي f ديال صفر. إذا f متصلة في صفر. السؤال الموالي للاشتقاق، إذا أدرس اشتقاق f على اليمين ثم على اليسار مع التأويل الهندسي في كلتا الحالتين. إذا الاشتقاق على اليمين، إذا اللي درست الاشتقاق في نقطة، نحسب الليميت ديال f لي x ناقص f ديال صفر على x ناقص صفر. نبدأ بالاشتقاق على اليمين. إذا هنا خصني نتابه، فغنستعمل التعبير اللي كتكون فيه x أكبر من الصفر، يعني هاد التعبير هذا. إذا x واحد ناقص ln ديال x، f ديال صفر هي صفر على x. إذا نختزل بالعدد x، كيبقى لنا الليميت ديال واحد ناقص ln ديال x في الصفر. إذا عند التعويض يجينا واحد ناقص ln ديال صفر بلس هي موال لانفيني، إذا ناقص ناقص هي زائد، إذا زائد لا نهاية. إذا f غير قابلة للاشتقاق على اليمين في الصفر. إذا شنو هو التأويل الهندسي؟ إذا بما أن الليميت ديال f لـ x في الزيرو بلس
و بلوس انفيني، فإن سيف دائما التأويل الهندسي ديال الشقاق هو المماسات. إذا في الحالة الشقاق على اليمين إذا نصف مماس، إذا سيف يقبل نصف مماس، نصف مماس رأسي. إذا واش موجه نحو الأعلى أو نحو الأسفل؟ غادي نشوف الإشارات، إذا كان عندي نفس الإشارة كيكون نحو الأعلى، إذا كانت إشارة مختلفة نحو الأسفل. إذا عندنا زائد زائد، إذا مماس رأسي في صفر صفر متجه نحو الأعلى، أي نحو الأراتيب الموجبة. الآن الشقاق على اليسار بنفس الطريقة، ليميت ديال اف لإكس ناقص اف ديال صفر، إكس ناقص صفر في صفر موان. إذا صفر موان يعني إكس أصغر من الصفر، إذا نستعمل التعبير الثاني، إذا ليميت ديال إكس زائد الآلان ديال واحد ناقص إكس على إكس، إف ديال صفر هي صفر. إذا نبسطو داك الكتابة شي شوية، غادي نديرو التفكيك. إذا ليميت ديال إكس على إكس زائد الآلان ديال واحد ناقص إكس على إكس، إذا تساوي ليميت إكس على إكس هي واحد زائد الآلان ديال واحد ناقص إكس على إكس زيرو موا. في النهاية المرجعية عندنا واحد النهاية ديال ليميت ديال الآلان ديال واحد زائد إكس على إكس في الزيرو كتساوي لنا واحد. إذا شنو غادي نديرو باش نستعملوها هنا؟ غادي نديرو تغيير المتغير. إذا نضع إكس تساوي إكس صغيرة تساوي إكس كبيرة، أو ناقص إكس صغيرة تساوي إكس كبيرة. إذا شنو كتعني هذا؟ يعني عندما تؤول إكس إلى زيرو موا، إذا زيرو موا يعني ناقص مضروبة في زيرو موا هي زيرو بلوس، فإكس كبيرة، إكس كبيرة تؤول إلى زيرو بلوس. وبالتالي النهاية ديال واحد ناقص إكس أو ديال النهاية ديال الآلان ديال واحد ناقص إكس على إكس في الزيرو موا، يعني إكس صغيرة تؤول إلى زيرو موا، تساوي ماذا؟ حنا غادي نديرو التغيير المتغير، تولي إكس كبيرة تؤول إلى صفر بلوس الآلان ديال واحد، كنا غادي نعوضو ناقص إكس بإكس كبيرة ترجع زائد إكس على، هنا عندنا إكس نعوضها بناقص إكس كبيرة، إذا تساوي ماذا؟ إذا هذه عندنا نهاية مرجعية، نهاية هاديك ناقص نطلعها الفوق، الآلان ديال واحد زائد إكس على إكس في زيرو بلوس، إذا هذه نهاية مرجعية كتساوي لنا واحد مع الناقص هي ناقص واحد. إذا نرجعو للدالة، فإلا عوضنا كتجينا واحد، إذا ليميت ديال اف لي اكس، ليميت ديال اف لي اكس ناقص اف ديال صفر على اكس ناقص صفر زيرو موا تساوي ماذا؟ اذا غادي ناخذ هذه، اذا هي الليميت ديال اش؟ ديال واحد، وهذه حسبناها هي واحد، اذا هي واحد ناقص واحد اذا هي صفر، اذا هادشي واحد زائد هنا عندنا ناقص، اذا ناقص واحد راه هي صفر، وبالتالي النهاية ديال الشقاق كيعطينا صفر. إذا شنو هو التأويل الهندسي؟ سيف يقبل نصف مماس، هنا نصف مماس أفقي، نصف مماس أفقي في النقطة صفر صفر متجه في طبيعة الحال نحو اليسار.
الآن السؤال جوج ألف، بين أن ليميت ديال إف لي إكس في موان لانفيني كتساوي موان لانفيني. إذن إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، يعني إكس أصغر من صفر. إذن غنستعملو التعبير الثاني ديال الدالة. إذن النهاية ديال إف لي إكس في موان لانفيني تساوي ليميت ديال إكس زائد الألان ديال واحد ناقص إكس في موان لانفيني. إذن نديرو التعويض المباشر. إذن إكس ستؤول إلى ناقص لا نهاية، داخل الألان عندنا واحد ناقص أي ناقص لا نهاية، إذن هي واحد زائد لا نهاية، والألان ديال زائد لا نهاية كيعطيني زائد لا نهاية، إذن كيعطينا شكل غير محدد على شكل زائد لا نهاية ناقص لا نهاية. وبالتالي فخصني نحيد هذا الشكل غير المحدد. إذن في نهاية المرجعية فاحنا عندنا النهايات في الألم في بلس انفيني، هنا عندي موال انفيني. إذن من الأحسن أنني ندير تغيير المتغير وبالتالي نتخلص من ذاك موال انفيني. إذن تغيير المتغير اللي غادي نوضع، إذن نضع ناقص إكس تساوي إكس كبيرة، نضع ناقص إكس تساوي إكس كبيرة. إذن عندما إكس صغيرة تؤول إلى ناقص لا نهاية، إكس كبيرة تؤول إلى زائد لا نهاية. إذن النهاية تصبح على هذا الشكل، ليميت ديال إكس زائد الألان ديال واحد ناقص إكس، إكس صغيرة تؤول إلى ناقص لا نهاية. إذن ليميت دابا غادي ندير تغيير المتغيرات، ترجع عندي إكس كبيرة تؤول إلى زائد لا نهاية. إذن إكس صغيرة تساوي ناقص إكس كبيرة زائد الألان ديال واحد ناقص إكس، غادي نعوضوها بإكس كبيرة. إذن دابا غنحاول نعمل باش نحاول نحيد الشكل غير محدد. إذن ليميت ديال ناقص إكس كبيرة زائد الألان، غادي نعملو داخل الألان بإكس، غيبقى لينا غيبقى عندنا واحد على إكس زائد واحد. إذن نحاولو نفكو داك التعبير. إذن عندنا الألان ديال جداء، إذن هو الألان ديال إكس كبيرة زائد الألان ديال واحد على إكس زائد واحد. بطبيعة الحال الألان ديال واحد على إكس زائد واحد بلس انفيني كيعطيني صفر، إذن كيبقى عندنا الإشكال غير في هاد التعبير هذا. إذن هنا غادي نعملو بالعدد إكس، إذن ليميت، إذن نعملو بإكس، يبقى عندنا ناقص واحد فهاد الحد هذا زائد الألين ديال إكس على إكس زائد الألين ديال واحد على إكس زائد واحد. إذن دابا إلا عوضنا ف إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، الألين ديال إكس على إكس هذه نهاية مرجعية، النهاية ديالها بلس انفيني هي صفر، واحد على إكس تؤول إلى صفر. إذن الألين ديال واحد على إكس زائد واحد، يعني الألين ديال واحد ستؤول إلى صفر. إذن شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا بلس انفيني ناقص واحد زائد صفر زائد صفر، يعني بلس انفيني مضروبة في ناقص واحد، يعني هي ناقص لا نهاية. السؤال الموالي، أدرس الفرع اللانهائي عند ناقص لا نهاية. إذن لقينا ليميت ديال إف لي إكس على إكس، أو لقينا ليميت ديال إف لي إكس في موان لانفيني كيساوي لنا موان لانفيني. إذن الفرع اللانهائي خصني نحسب ليميت ديال إف لي إكس على إكس في موان لانفيني. إذن هو ليميت ديال إكس زائد الألان ديال واحد ناقص إكس على إكس. إذن نديرو التفكيك،
إذن إكس على إكس زائد الألان ديال واحد زائد إكس أو واحد ناقص إكس على إكس. إذن هنا إكس سأقول إلى ناقص لا نهاية. إذن إكس على إكس هي واحد، كيبقى لنا الليميت ديال واحد زائد الألان ديال واحد ناقص إكس على إكس، إكس سأقول إلى ناقص لا نهاية. دابا إلا درنا التعويض فغيجيني واحد الألين ديال واحد ناقص ناقص لنا هي الألين ديال زائد لا نهاية، أي زائد لا نهاية على ناقص لا نهاية، وهذا الشكل غير محدد. إذن فكما درنا في السابق غادي نديرو تغيير المتغير. إذن نضع تي تساوي ناقص إكس. إذن عندما عندما إكس صغيرة تؤول إلى ناقص لا نهاية، فتي يؤول إلى ماذا؟ إذا ناقص لا نهاية يعني ناقص ناقص لا نهاية، إذا زائد لا نهاية. إذا النهاية تصبح على هذا الشكل. إذا الليميت ديال واحد تي تؤول إلى زائد لا نهاية. إذا وضعنا تي باش ما نخطأش، باش ما نتخلطليش مع إكس. إذا زائد الألان ديال واحد، إذا ناقص إكس غادي نعوضها بتي على تي على ناقص تي. إذا هاد ناقص نطلعوها لهنا غترجع ناقص ألان ديال واحد زائد تلات. دابا ممكن نديرو التعميل. إذا الليميت ديال واحد تستنفيني ناقص، إذا نعملو بالألان ديال تي أو نعملو بتي داخل الألان. إذا يرجع لنا الألان ديال تي زائد الألان ديال تي، واحد زائد واحد على تي، إذن على تي. إذن من بعد نفكو عندنا الألان ديال الجودة، إذن هي الألان ديال تي زائد الألان، إذن ليميت ديال واحد ناقص الألان ديال تي زائد الألان ديال واحد زائد واحد على تي. هادشي كامل على تي. إذا دابا نديرو التفكيك. ليميت ديال واحد ناقص الألان ديال تي على تي، إذا هاد الناقص راه كتدخل على هاد التعبير هذا، غترجع ناقص الألان ديال واحد زائد واحد على تي. هادشي كامل على تي. دابا نديرو التعويض. إذا الألين ديال تي على تي هذه نهاية مرجعية ستؤول إلى الصفر. الألين ديال واحد زائد واحد على تي أي واحد على الأنفيني هي الصفر، إذا الألين ديال واحد ستؤول إلى الصفر. صفر على الأنفيني، صفر على الأنفيني هو الصفر، صفر على الأنفيني يؤول إلى الصفر، إذا هذا التعبير هذا كامل سيؤول إلى الصفر، إذا النهاية هي واحد. الان غادي نحسبوا ليميت ديال اف لي اكس ناقص اكس اي ناقص ا اكس، وفي هذه الحاله ا هي واحد، اذا ليميت اف لي اكس ناقص اكس، اذا هي الليميت ديال اكس زائد الالان ديال واحد ناقص اكس ناقص اكس موان لانفيني. إذا إكس مشات مع ناقص إكس، بقات لنا الليميت ديال واحد ناقص إكس في موان لانفيني. إذا إلا عودنا لداخل فغيجينا واحد ناقص ناقص لا نهاية هي واحد زائد لا نهاية، والألين ديال زائد لا نهاية هو زائد لا نهاية. إذا لأن الليميت ديال واحد ناقص إكس في ناقص لا نهاية تساوي زائد لا نهاية. إذا شنو هي النتيجة؟ النتيجة أو التأويل الهندسي سيف يقبل فرعا شجميا في اتجاه المستقيم الذي معادلته Y كتساوي لنا AX، و
وألقينا هي واحد، إذن يجري كتساوي لنا إكس بجوار ناقص لا نهائي. إذن السؤال الموالي أدرس الفرع اللانهائي بلي سي إف عند بلوس لانفيني. إذن عند بلوس لانفيني يعني إكس تؤول إلى زائد لانهاية، يعني إكس أكبر من الصفر. إذن غنستعملو التعبير الأول ديال الدالة. إذن ليميت ديال إف لي إكس موال لانفيني كيساوي ليميت ديال إكس واحد ناقص لآلان ديال إكس بلوس لانفيني. إذا غادي نعوضو إكس تتؤول إلى زائد لانهاية، الآلان ديال بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني مع الناقص موال لانفيني، إذا غادي يجينا بلوس لانفيني في موان لانفيني، إذا هي موان لانفيني. إذا المرحلة الموالية غادي نحسبو الليميت ديال إف لي إكس على إكس. إذن ليميت ديال إكس واحد ناقص الآلين ديال إكس على إكس. إذن عندنا الإمكانية الاختزال بالعدد إكس، كيبقى لنا ليميت ديال واحد ناقص الآلين ديال إكس. إذن عند التعويض غيجينا ناقص زائد لا نهاية، إذن هي ناقص لا نهاية. إذن ليميت ديف لإكس على إكس عطاتني موال لانفيني، إذن سيف يقبل فرعا شجميا في اتجاه محور الأراضي بجوار زائد لا نهاية. إذا السؤال الموالي ثلاثة ألف ديال الاشتقاق، إذا نحسبو الدالة المشتقة. مادام لدينا دالة مجزأة إذا غيكون عندنا مشتقتين. غنبداو بالمشتقة على المجال صفر بلوس لانفيني. إذا مهما يكون إكس كتنتمي للمجال صفر بلوس لانفيني، إف بريم ديال إكس تساوي إذن x ناقص x ألين x. إذن نديرو نشرو داك التعبير ونديرو له الاشتقاق. إذا الاشتقاق ديال x واحد ناقص الاشتقاق ديال x ألين x، إذن لدينا جداء. إذن واحد ناقص، إذن نديرو القوس، إذن جداء يعني الشكل U V، الشقاق ديالها هو U بريم V زائد في بريم U. إذن الشقاق ديال X ألين ديال X زائد X الشقاق ديال الألين ديال X. إذن واحد ناقص الشقاق ديال X هي واحد، إذن كيبقى لنا الألين ديال X زائد الشقاق ديال واحد ديال ألين X هي واحد على X. إذن X في واحد على X تساوي واحد. إذن نزيل الأقواس، عندنا ناقص ألين إكس، إذن ناقص زائد تعطي ناقص، واحد ناقص واحد صفر، إذن كيبقى لنا ناقص ألين إكس، إذن هو الجزء الأول. دابا مهما يكون إكس تنتمي إلى المجال ناقص لنهاية صفر. إذن دائما في الاشتقاق كنفتحو المجالات، لأن الدالة المشتقة معرفة يعني غير معرفة في الصفر هنا على اليسار. إذن إف بريم تساوي إكس زائد الألين ديال واحد ناقص إكس بريم. إذن الاشتقاق ديال إكس هو واحد زائد الاشتقاق ديال الألين. إذن كنعرفو بأن الاشتقاق ديال ألين أو هو أو بريم على أو. إذن الاشتقاق ديال واحد ناقص إكس بريم على واحد ناقص إكس، إذن واحد ناقص الاشتقاق ديال واحد ناقص إكس، إذن واحد هو صفر ديال ناقص إكس هو ناقص واحد
على 1 ناقص x. إذا نوحد المقامات، المقام الموحد هو 1 ناقص x، إذا 1 ناقص x على 1 ناقص x زائد -1 على 1 ناقص x، إذا 1 ناقص x 1 زائد -1 0، إذا يبقى -x، وبالتالي توصلنا إلى أن الدالة المشتقة تكسب على هذا الشكل: -ln(x) أكبر قطعة من الصفر، و-x على 1 ناقص x، x أصغر قطعا من الصفر. السؤال الموالي: حدد جدول تغيرات الدالة f. إذا لقينا الدالة المشتقة، فغنحاول ندرسوا الإشارة ديال الدالة المشتقة باش نحددوا جدول التغيرات. إذا نبدأ بالدالة المشتقة ملي كيكون عندنا x أكبر قطعا من الصفر. إذن على المجال 0 زائد لا نهاية، إشارة f بريم على هذا المجال هي إشارة ناقص ln x. إذن نحدد الإشارة ديال ln x اللي هي معروفة على المجال صفر بلس انفيني. إذن ln x كتنعدم في الواحد، على يمين الواحد ln كتكون موجبة، على اليسار كتكون سالبة، ولا حددنا حنا كنقلبو على ناقص، إذا لا ضربنا في ناقص فغتولي زائد ناقص. إذن هذه هي الإشارة ديال ناقص ln x. ممكن نقول الإشارة ديال ناقص x فالإشارة ديال f بريم على المجال زيرو بلس انفيني. إذن على المجال 0 بلس انفيني فالإشارة ديال f بريم، إذن 0 1، إذن ناقص زائد. الآن غادي نحددوا الإشارة على المجال ناقص لنهاية 0، أو إذن على المجال ناقص لنهاية 0. إذن f بريم دو x تساوي ناقص x على 1 ناقص x، إذن لدينا x أصغر من الصفر، أي ناقص x أكبر من الصفر. إذن ملي كنضربو في العدد السالب فالترتيب كيتغير، ولدينا كذلك x أصغر من 1 لأن x راه أصغر من الصفر، أي أن نديو داك إكس لجهة الواحد، أي أن 1 ناقص x يرجع أكبر من الصفر. إذن البسط موجب والمقام موجب، وبالتالي f بريم دو إكس أكبر من الصفر مهما يكون إكس، سنتمي إلى المجال ناقص لنهاية 0. إذن جدول التغيرات غادي يكون بهذه الكيفية هذه. إذن f بريم ناقص لنهاية 0 1 زائد لنهاية، إذن عندنا f دو x إذن f بريم تنعدم في الواحد، الدالة غير قابلة للشقاق على اليمين وقابلة للشقاق على اليسار. إذن لقينا دالة موجبة، هنا الدالة سالبة، يعني أن f تزايدية على المجال ناقص لنهاية 1 وتناقصية على المجال 1 زائد لنهاية. سبقلينا باش حسبنا النهاية في مولا انفيني، لقيناها مولا انفيني، وكذلك لقيناها مولا انفيني بالنسبة للنهاية في بلس انفيني. f ديال 1 غادي نحسبوها، و f ديال 0 لقيناها هي 0. إذن بالنسبة ل f ديال 1، ف f ديال 1 كنعوضو
في التعبير اللي كيكون عندنا فيه اكس اكبر قطعة من الصفر، اي هي واحد عامل واحد ناقص الالان ديال واحد، اي كتعطينا واحد. اذا هنا غادي نكتبو واحد. السؤال 4 ألف، حل في ار بلس اطوال المتراجعة اف الاكس اكبر قطعا من اكس. اذا غنحلو في ار بلس اطوال يعني اكس اكبر قطعا من الصفر، اذا غنستعملو التعبير الاول ديال الدالة. اذا اف لإكس يعني غادي نعوضها بإكس عامل واحد ناقص ln إكس أكبر من إكس. إذن هاد المتراجعات تكافئ النشر. إذن إكس في واحد إكس، إكس في ناقص ln إكس ناقص إكس ln إكس. هاد إكس غادي نديها الطرف الأول ديال المتراجعة، ترجع ناقص إكس أكبر من الصفر. إكس ناقص إكس صفر، إذا ناقص إكس ln ديال إكس أكبر من الصفر. ودائما راه عندنا إكس أكبر قطعا من الصفر حسب المعطيات. إذا إكس أكبر قطعا من الصفر وناقص إكس ln إكس أكبر قطعا من الصفر، إذا هاد النتيجة تكافئ أن ln ديال إكس راها أكبر قطعا من الصفر. إذا إلا ضربنا في ناقص واحد هترجع الالين ديال اكس اصغر من الصفر. الالين ديال اكس هذيك الصفر نعوضها بالالين ديال شي عدد. الالين اللي غادي يعطيني الصفر هو الالين ديال واحد. اذا اكس اصغر قطعا من واحد، ودائما اكس راها اكبر قطعا من الصفر. إذا إكس أصغر من واحد وأكبر من الصفر، يعني أن مجموعة الحلول هذه المترجحة هو المجال صفر واحد. إكس أكبر أصغر من الواحد، الصفر هنا إكس أكبر من الصفر، إذا كنديرو التقاطع ديالهم كيعطيني المجال صفر واحد. إلا بغينا نديرو التأويل الهندسي لهاد النتيجة هذه، التأويل الهندسي هنا عندنا اف وهنا عندنا اكس، يعني عندنا المستقيم الذي معادلته واي كتساوي لنا اكس. اذا هندسيا هاد النتيجة كتعني بان السائف يوجد فوق المستقيم اللي المعادلة ديالو واي كتساوي لنا اكس على المجال، او لا فوق يعني في المجال صفر واحد، ومن الواحد حتى البلس انفيني راه يوجد تحت، يعني السائف يوجد تحت المستقيم الذي معادلته واي كتساوي لنا اكس. اذا هذا الشيء هندسيا ونحتاجوه بطبيعه الحال في الانشاء الهندسي. الان دابا غادي ندوزو لرسم المنحنى. اذا اول خطوه دائما هي انشاء واحد المعلم متعامد ممنظم. الخطوه الثانيه انشاء المماسات. هنا عندنا جوج المماسات، لدينا مماس أفقي في النقطة صفر صفر، ولدينا مماس رأسي متجه نحو الأعلى. هادشي هذا في الاشتقاق، يعني من درسنا الاشتقاق في الصفر راه لقينا جوج ديال المماسات. الخطوة الثالثة إنشاء المستقيم الذي معادلته إكري كتساوي لنا إكس. إذا هذا هو المستقيم الذي معادلته إكري كتساوي لنا إكس. دابا غادي ننشأو المنحنى. اذا دائما عندنا حنا المنحنى نشؤ هذا الجزء هذا. اذا المنحنى داله تزايديه حتى الواحد. اذا غادي نشوف في مولى انفيني لقينا بان السائف يقبل فرعا شاجا يمين في اتجاه المستقيم الذي معادلته واي كتساوي لنا اكس بجوار مولى انفيني. يعني عندما تؤول اكس الى ناقص للنهاية فالسائف كيكون عبارة عن فرع شرجاني، فرع شرجاني في اتجاه المستقيم، هذا المستقيم هذا. إذا فرع شرجاني كيمشي حتى، إذا هنا كيمشيو المنحنى كيقطع
كيدوز من نقطة صفر صفر، إذا كيمشي لهذا الأصل المعلم. إذا هنا كيكون مماس، وكذلك هنا عندنا من صفر حتى لواحد، إذا نقطة واحد واحد هنا مماس. إذا قلنا المنحنى يوجد فوق المستقيم الذي معادلته y كتساوي لنا x على المجال صفر واحد كما قلنا في آخر نتيجة. من بعد المنحنى تيولي هبط عبارة عن دالة تناقصية من الواحد حتى الموان لانفيني. هنا كيكون عندنا المنحنى يقبل فرع شجمين في اتجاه محور الأراضي، فرع شجمين في اتجاه محور الأراضي. إذا المنحنى كيكون الشكل هذا. الآن السؤال الموالي سؤال خمسة، هذا الجزء هذا ديال المتتاليات العددية. إذا نعتبر المتتالية UN والمعرفة بمالية، عندنا UN زائد واحد تساوي UN ناقص UN ln ديال UN، الحد الأول يساوي واحد على أ. إذا هاد المتتالية إلا لاحظنا مزيان فغنلقاو هي هاد الدالة هادي. إذا F ديال UN هي UN واحد ناقص، إذا يمكن لي نكتب هاد المتتالية على هاد الشكل هذا، UN زائد واحد تساوي لنا F ديال UN. طبيعة الحال كنستعمل هاد الجزء هذا و U صفر تساوي لنا واحد على أ. السؤال الأول بين أن UN محصورة بين صفر و واحد، إذا هنا غنستعمل المجال، نضع واحد المجال إي اللي هو صفر واحد. غادي نستعمل كذلك إف لي إي، راه سبق لينا باش حسبنا إف لي إي اللي هو الصورة ديال المجال إف واحد، ولقينا شنو كتساوي على حسب الجدول. لقينا الليميت ديال إف في الزيرو كنا حسبناها، لقينا هي صفر، والنهاية في الواحد لقيناها هي واحد، ولا إف واحد راه هي واحد، والدالة بطبيعة الحال راه كانت تزايد ديال المجال صفر واحد، يعني أن إف لإي لقيناها ضمن إي. الشيء هذا كلو غادي نحتاجوه في البرهان بالترجع. إذا السؤال الأول غنستعملو فيه البرهان بالترجع، من أجل أن كتساوي صفر لدينا إي صفر تساوي حسب المعطيات واحد على أو، واحد على أو يعني واحد على جوج فاصلة، يعني تقريبا تجيني هي صفر فاصلة. إذا يو صفر راها محصورة بين صفر وواحد، يعني العلاقة محققة من أجل أن كتساوي لنا صفر، ليكن أن عنصرا من أن. إذا نفترض أن يو أن محصورة بين واحد وصفر، ولنبين أن UN زائد واحد محصورة بين واحد وصفر. إذا لدينا UN كتنتمي المجال صفر واحد، وحنا عندنا F لي إي ضمن إي، F لي إي ضمن إي، F لي إي ضمن إي. شنو كتعني F لي إي ضمن إي؟ يعني أي عنصر من إي راه الصورة ديالو ضمن إي، أي أن إف ديال يو إن راها كتنتمي لإي اللي هو صفر واحد. إف ديال يو إن هي يو إن زائد واحد، أي أن يو إن زائد واحد تنتمي إلى المجال إي. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن يو إن راها محصورة بين صفر وواحد أو لا يو إن زائد واحد، وبالتالي يو إن راها محصورة بين صفر وواحد مهما يكون إن كتنتمي لإن. السؤال ب، أدرس رتابة المتتالية يو إن. هنا في هاد الرتابة غنستعمل واحد السؤال اللي سبق لنا باش صوبناه في السؤال ربعة ألف.
ربع الف كنعطيونا حل في ار بلس المتراجع، حل في ار بلس اطوال المتراجع اف لاكس كبر من اكس. حنا شنو لقينا؟ لقينا بان الحل هو المجال صفر واحد. شنو كيعني هذا؟ كيعني انه مهما يكون اكس كتنتمي لهذا المجال صفر واحد، راه اف لي اكس اكبر من اكس. اذا هذا السؤال هذا غادي نوضفوه في هذا للاجابه على هذا السؤال. اذا لدينا حسب سؤال 4 الف، مهما يكون اكس كتنتمي لمجال صفر واحد، اف لي اكس اكبر من اكس. كذلك عندنا يو ان راه كتنتمي، ولدينا يو ان كتنتمي لمجال صفر واحد، يو ان راهي بحال متغير كنعوضها باكس. شنو كتعني يو ان كتنتمي لمجال صفر واحد؟ كتعني بان اف ديال يو ان راه اكبر من يو ان، اذا كنعوض اكس بيو ان، وبالتالي اف ديال يو ان راه هي يو ان زائد واحد اكبر من يو ان. اذا مهما يكون ان كينتمي لان. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان يو ان متتاليه تزايديه. السؤال جيم يستنتج ان يو ان متقاربه. اذا بينا في السؤال السابق بان يو ان متتاليه تزايديه، اذا خصها تكون تزايديه ومكبوره. اذا راه ديجا لقينا بان يو ان محصوره بين الصفر وواحد، اذا يو ان مكبوره بالعدد واحد. اذا بما ان يو ان تزايديه ومكبوره بالعدد واحد فانها متقاربة. ما معنى متقاربة؟ أي تقبل نهاية منتهية. السؤال الموالي، حدد نهاية يو ان. إذن هنا عندنا خمسة شروط كاملة نتحققها. إذا لدينا يو ان زائد واحد كتساوي لنا اف ديال يو ان، وكذلك عندنا المجال طبيعة الحال هنا نضع المجال اي اللي هو صفر واحد، يو زيرو كتنتمي لهذا المجال هذا، اذا الشرط الثاني. وكذلك لدينا اف متصلة على اي، و اف لي اي ضمن اي، و يو ان لقيناها متقاربة. اذا خمسة الشروط كنعاودو نذكروهم: يو ان زائد واحد كتساوي لنا اف ديال يو ان، يو زيرو الحد الاول كينتمي للمجال اي، اف متصلة على المجال اي، و اف لي اي ضمن اي، و يو ان متقاربة. اذا نهايتها هي حل المعادلة اف لي اكس تساوي اكس. طيب نحل المعادلة، راه سبق لنا باش حليناها. اذا اف لي اكس هي اكس عامل واحد ناقص الالين ديال اكس، او هذه كنا حلينا متراجعه ماشي معادله. اذا اكس عامل واحد ناقص الالين اكس تساوي اكس، اذا تكافئ ماذا؟ كنديروا النشر ناقص اكس الين اكس تساوي اكس، او لذاك اكس كنجيبوها للطرف الاول غتولي ناقص اكس تساوي صفر. اذا ناقص اكس الين ديال اكس تساوي صفر، اي ان عندنا اكس تخالف الصفر. اذا هنا جداء، يعني ان اما ناقص اكس تساوي صفر او الين ديال اكس تساوي صفر. هذا غير ممكن لان اكس راه اكبر قطعا من الصفر، اذا غير ممكن. اذا كيبقى الالين ديال اكس تساوي صفر، اي الالين ديال اكس كتساوي لنا الالين ديال واحد، اي ان اكس تساوي واحد. وبالتالي ليميت
ليميت ديال يو ان يساوي العدد واحد.